واهلا بيكم فيديو جديد معانا في قناه ادم جي اكس. والنهارده هنفتح البوكس بتاع شاينينج هوب في لعبه دول لينكس، ويلا بينا بسرعه. بس قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو لان ده بيساعد الفيديو يوصل لناس اكتر، وتعمل سبسكرايب في القناه لو انت لسه مش عامل سبسكرايب في القناه لان ده بيساعد القناه جدا. ويلا بينا نشوف ايه الكروت اللي هتطلع لنا في البوكس ده. طيب احنا هندخل الشوب ويلا بينا. بالمناسبه بس قبل ما نبدا، انا كنت اشتريت الاستراكشر ديك بتاعه جاجا اكس واي زي، فجاجا اكس واي زي ايا كان. ودلوقتي هنروح للبوكسز ونشوف الشايننج هوب ونصرف اول 500 ونفتح اول 10 باكس. رب تطلع لنا كروت كويسه. يلا الباك الاولانيه، دوستن اوفرلي ريجن تاتاكاوا نايت. هي ليه الاسامي بتاعت الاكس واي زي او الاكسيز مونسترز غريبه شويه؟ جانبارا نايت، الرش برابيتش، جاجا سيستر. ماشي اوكي. بوجن ريجاليا ذا جول اوكي، بوجن ريجاليا ذا مير اوكي. ميمي ميك اوكي. ساتلر نايت باتل جس اوكي بوجين ميك اوكي. واو يلا هوبا اوكي اوكي زوبابا باستر اوكي. توي نايت اوكي 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 جيفت اوف جريد ليفل ليفت اوكي. بوجين ميك اوكي. اخر باك لو داستن راندام دودوت اوكي. نشتري 10 كمان، اعتقد هيبقوا اخر 10 يعني باذن الله هيبقوا اخر 10. يلا نفتح هوبا. ستل نايت ريجل اوكي، جانج على لانسر اوكي، اكسيز اون يونيت اوكي، بايت بج اوكي، جاتاج اوكي. بام اوكي اوكي كمان مرة اكيد انا مش هقرا اسامي الكروت دي. ماشي لو داستن اوكي، فوتون ليد اوكي يلا هوبا. لايت اوف ريديمشن اوكي، جاجا ويند اوكي، اوه يوتوبيا اوكي حلو. حلو الباك اللعبة الأخيرة. أوكي آخر باك أكسيز أوفر رايد أوكي. أنا كان نفسي يطلع لي مثلا 3 من يوتوبيك أونوماتوبيك ده. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. دي الكروت اللي طلعت لنا من 20 باك في شايننج هوب، البوكس بتاع شايننج هوب. ف هنحاول نشوف ممكن نعمل بيهم ايه، واعتقد ان في كروت كتير ناقصه ممكن نفتح تاني مش عارف. فما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو لان ده بيساعد الفيديو يوصل لناس اكتر. ولو انت لسه جديد معانا في القناه وعجبك الفيديوهات ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه عشان ما تفوتش ولا فيديو جديد. واشوفك في الفيديو الجاي اللي هو قريب جدا. وسلام.